تعلمون يا أحبائي أننا في موسم الأربعين المقدسة التي فيها انطلق الرب إلى البرية منفردا وحده، وأمضى هناك 40 يوما و40 ليلة صائما مجربا. وتعلمون أيضا أو ينبغي أن تعلم أن هذه 40 المقدسة أكمل فيها المسيح لنا نصرة عجيبة وعظيمة على العدو. معروف أن الرب لم يخرج للبرية لنفسه، مكتوب أنه رجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس. لابس جسد الإنسان، الطبيعة البشرية التي ظلت تحت سطوة الشيطان وتحت الانكسار والانهزام للعدو هذه السنين الكثيرة جدا. تقدم السيد المسيح بطبيعتنا البشرية ليجرب من العدو، وكأنه يقول للشيطان هذه هي طبيعة الإنسان، اصنع بها كما تريد. تعلمون أنه جرب في 3 مواقع خطيرة. الموقعة الأولى في خبز الجسد، شهوة البطن التي سقط منها أبونا آدم، والتي لا زالت البشرية حتى اليوم تهزم أول ما تهزم بها. البطن بيسموها الآباء الرهبان سيدة الأوجاع. من أجل شهوة الخبز اقترفت جرائم وخطايا أودت بأصحابها إلى الهاوية. جرب السيد المسيح أو قدم الطبيعة البشرية لتجرب من العدو في شهوة الخبز. تعلمون أن العدو ينتهز الفرص ويستخدم المناسبات ويحبكها حقا. لم يأتي إليه إلا حينما شعر المسيح بالجسد أنه جائع. والتجربة الثانية طبعا اللي منكم بيحضروا الكنيسة أو بيواظبوا على حضور الكنيسة سمعوا الكلام ده إيه الحد اللي فات، التجارب التي جازها المسيح. التجربة الثانية تجربة النزول من على الهيكل بمجد عظيم، قال له إلقي نفسك من على جناح الهيكل عشان الناس تشوفك وتمجدك. التجربة الثانية اللي بتسقط منها البشرية الكرامة، وخصوصا جدا الكرامة المسروقة من الله اللي بيها بناخد كرامة ربنا لنفسينا ونتمجد بيها. طبعا يعوزني الكلام او يعوزني الوقت ايضا اني اوفي الموضوع ده حقه، لانه مش موضوع انجيل اليوم. كلنا نسقط من تجربة الكرامة البشرية، وخصوصا جدا اللي بيشتغلوا بالدين. الكرامة الكهنوتية او كرامة من يخدم في الكنيسة، علماني او كاهن او اكتر، دايما بيحس بالكرامة، بياخد كرامة من الله مش بتاعته ويضيفها لنفسه. ديا تقدم المسيح وطرح الطبيعة البشرية للعدو وقال له خد اصنع ما تشاء. قال له انت مكتوب عنك انك تلقي نفسك من على جناح الهيكل، ومكتوب انه الملائكة هتشيلك، مكتوب فعلا كده في المزمور. وبعدين قال له الرب لا تجرب الرب الهك، فانكسر العدو في الموقعة الثانية واعطى الانسان نصرة كاملة يستطيع ان يخدمها كل انسان. كل إنسان يستطيع أنه يقاوم العدو في فكر الكبرياء اللي بيداهم الإنسان، وخصوصا اللي بيخدموا الهيكل. التجربة الثالثة تجربة الملكية، أخذوا على جبل عالي وقال له أعطيك ممالك العالم دي كلها لأني أنا رئيس العالم. فقال له للرب إلهك وحده تسجد وإياه تعبد. تجربة الملكية اللي سقطت منها إسرائيل ولا زالت ساقطة، شهوة الامتلاك، امتلاك الأرض والبلاد والعالم كله يرزح تحت هذه الشهوة.
كأمم وممالك، حروب وأخبار حروب. ليه الحروب؟ من أجل الملكية والتملك. وبعدين على مستوى الأفراد أيضا كلنا معرضين ولغاية الوقت شهوة الملكية، شهوة الاقتناء، امتلاك البيوت، امتلاك الأطيان، امتلاك المال، شهوة الملكية. تقدم السيد الرب بالطبيعة البشرية الخائرة الضعيفة وقال له خد جرب كما تريد. قال له أديك ممالك، أديك ملكيات، ممالك ملكيات، ملكوت أرضي. قال له الله أولا وأخيرا يعبد ويسجد ويسجد له. فاستطاع أن يسلم البشرية نصرة على شهوة الملكية كل من يريد. طيب انهزم الشيطان في الثلاث مواقع دول واتكتب انه وتركوا الى حين. ايه انجيل النهاردة؟ في الواقع بينبغي جدا يا احبائي نكون منتبهين قوي قوي لقراءة الرسائل الانجيل علشان نعرف ده تقول ايه، وايه الحكمة في اختيار الاصحاح ده او الجزء من الاصحاح ده النهاردة. له صلة كبيرة بتجربة المسيح على الجبل او بالاربعين المقدسة. كل الاناجيل، كل الاناجيل لكل الايام في الاربعين المقدسة بتمت بصلة كبيرة جدا للمرحلة اللي قضاها المسيح في البرية منفردا، بيغلب لينا، بينتصر لينا. فانجيل اليوم لو نبصله نلتقي ايه؟ ثم خرج يسوع من هناك واتى الى تخوم سور وصيدة، واذا بامرأة كنعانية خرجت من تلك التخوم تصيح وتقول ارحمني الى اخره. فقال لها ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين، خبز البنين ويطرح للكلاب. ما المحور اللي بيدور عليه الانجيل الخبز، اللي هي التجربة الاولى اللي تجرب بها المسيح، بس بيديها ضوء كبير قوي وعميق جدا. عاوز انسان كده يقعد لها برواقة ويتأمل فيها ويشوف الصلة الجبارة ما بين الانجيل اللي بيختار لليوم وما بين الموضوع العام اللي هو الاربعين المقدسة. فهنا بيقول ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. التجربة اللي تجرب بها المسيح الخبز الجسدي، الشيطان قالوا على مستوى حقير قوي خبز الجسد، هنا الانجيل بيرتفع بينا الى مستوى الخبز الحي، الخبز اللي بيشفي الجسد مش اللي بيملى البطن، بس بمفهوم كبير. وبعدين برضك نقدر نلمح يعني الشيطان مستخبي، ابنتي مجنونة جدا، او هنا مكتوب عليه، مكتوب هنا ان عليها روح ناجس. برضك هنا الموقع داخل فيها الشيطان. اذا الخبز والشيطان محور الانجيل بتاع النهاردة. لو انت تلاحظ في رسالة بولس الرسول قلناها النهاردة، بقول ايه؟ لا تنقادوا لتعاليم متنوعة غريبة، فانه يحسن ان يثبت القلب بالنعمة لا بالاطعمة التي لا تنفع الذين يستعملونها. برضك الخبز يتكلم المحور ماشي، الخبز هنا جابها على طول، أطعمة دي ما تفتش، ولكن بيهم النعمة اللي تملي. وبعدين بقول ايه؟ بالنعمة لا بالأطعمة التي لا تنفع الذين يستعملونها. لنا مذبح لا يحق للذين يخدمون المسكن، يعني يأكلوا منه، المسكن اللي هو الهيكل القديم، مذبحنا احنا النهاردة ما يصحش لكهنة إسرائيل يأكلوا منه. ربط ما بين المذبح الخبز هنا وما بين الطعام اللي بيملى البحر ده. وبعدين جه في الابراكسيس وبيتكلم عن اخرج، بقول له ايه؟ اخرج سريعا من اورشليم فانهم لا يقبلون الشهادة. وبعدين تعالوا بقى معايا الانجيل. ثم خرج يسوع من هناك واتى الى تخوم سور وصيدة. شوف الربط والحبك ما بين القراءات والانجيل. هنا خرج خارج اورشليم، خارج دائرة اسرائيل كلها والجليل اللي بيخدم فيه، ودخل في تخوم سور وصيدة. في الواقع يا احبائي الكلام لما بيتكتب في الانجيل بيتكتب له سبب، السبب ده بيهمنا جدا، كل كلمة لها وزن.
طيب ليه؟ هل عبثا يقول انجيل هذا الصباح خرج يسوع خرج؟ خلي بالكوا هنا هو ان اخرج سريعا من اورشليم وبعدين يبتدي الانجيل خرج يسوع من هناك. كان هو وقتها في على بحيره جنيسار وجنب بحيره طبريه في شرق اورشليم خالص الشرق خالص. وبعدين جه الى تخوم سور وصيدا. طبعا ما انتش عارفين جغرافيا ولكن نقولها سوا. سور وصيدا دوت على البحر الابيض على الشاطئ على الشاطئ خالص. قطع مرحله مش بتاعه اقل من يومين سفر. عجب. وايه يا رب الحكايه دي؟ طب ليه مسافر السفر الطويل ده؟ مدهش. المساله ما بتجيش جزاف ابدا. خرج واتى الى تخوم سور وصيدا. هنا اختصرها انجيل القديس متى وقال واذا بامراه كنعانيه خرجت من تلك التخوم. مرقس الرسول ما سبناش في هذا الاختصار الشديد. بيقول نفس الانجيل ولكن بتوضيح اكثر. ثم قام من هناك من على بحر جنستات من شرق اورشليم ومضى الى تخوم سور وصيدا ودخل بيتا وهو يريد ان لا يعلم احد فلم يقدر ان يختفي. راح في حته بعيده باين حسب الشكل كده انه عاوز خلوه. ونبه طبعا ولم يقدر ان يختفي بتحوي معنى انه قال لتلاميذه كل اللي يجي يسال عني ما تجيبوش سيره ان انا موجود خالص انا عاوز ارتاح. يعني قصدا ان يختفي. ودخل بيت وسك على نفسه فيه. وبعدين بيقول ايه؟ فلم يقدر ان يختفي لان امراه كان بابنتها روح نجس سمعت به فاتت وخرت عند قدميه. عجب. انا بلمح يا احبائي ربط كبير قوي قوي ما بين سفره الطويل من شرق اسرائيل لغايه ما يوصل لتخوم الفاصله ما بين اسرائيل وسور وصيدا، لان سور وصيدا اقليم منفصل عن اسرائيل لا يتبعه طول عمره. دوت الكنعانيين اهل فلسطين الاصلة عمرهم ما انهزموا لاسرائيل اطلاقا. من اول ما دخلوا من اول ما دخل شعب اسرائيل ارض فلسطين لغايه نهايه حكم سليمان اللي هو اقوى حكم لاسرائيل لم تخضع سور وصيدا لحكم اسرائيل. ففي تخوم فاصله ما بين اسرائيل وسور وصيدا. ايه العجب ده ان المسيح يفضل ماشي مش لغايه نوصل للتخوم نفسها وينقي بيت ويقعد فيه يستريح. وبعدين تسمع امرأة دي بتتصنع دي ظهر بقالها مدد وهي عمالة تترقب اخباره. بعدين ما تنسوش ان الانجيل بيقول امرأة كنعانية ما هياش من شعب الله، امرأة اممية. هنا بقى الانجيل واضح فيها في القديس متى بيقول ايه؟ واتى الى تخوم سور وصيدا واذا بامراه كنعانيه. الكنعانيين غير شعب اسرائيل. وبعدين مشيت القصه. عاوز انا احل الاول اشكال كبير في قراءه هذا الانجيل بيواجه كل قارئ وكل شارح وكل واعظ. ان المسجد تقول للمسيح اشفي لي بنتي، باختصار قال لها انا ما اقدرش اخذ خبز البنين وارميه للكلاب. ياه، كل من يقرأ هذه يجزع. عمر ما المسيح قال الكلمة دي ولا هي مناسبة له. عجب. ليه يا رب؟ وإيه ده معناه؟ قبل ما أدخل في الإنجيل لازم أستوفي الآية دي حقها وإلا مش هنقدر نفهم الإنجيل. بس لو فهمنا الآية دي وعطناها حقها هنفرح جدا وهنتعزى جدا ونتقوى جدا جدا جدا. طبعا هنا نبتدي نفهم ليه الروح القدس تكلم على فم القديس متى عشان يكتب انه ذهب الى تخوم سور وصيدا واذا بامرأة كنعانية. ليه حدد سور وصيدا وكنعانية؟ سور وصيدا دول برضك من جزء من وطن الكنعاني القديم. معروف ان بلاد كنعان قبل ما يغزوها اسرائيل وبعد ما غزوها اسرائيل بلاد الفتوة حرة بتعبد آلهة غير الله غير يهوه. كانت بتعبد اله
تسمعوه كلكم في العهد القديم اللي بيقروا عنه اسمه بال، بال او بعل، بيعبدوا اله اسمه بال او بعل. بعل او بال يعني برضك الاسم الترجمة بتاعته من السيد الكبير، كان هو ده اله الكنعانيين وبالتالي اله المرأة الكنعانية. مركز عبادة بال او البعل كان الطور اللي منها هذه المرأة، وتذكروا كلكم واللي بيقروا في الانجيل ويريد كلكم تقروا في العهد القديم والجديد لانه ينير البصيرة، كان بيت ايزابل امرأة اخاب الملك اللي اضل اسرائيل، كان بيتها مركز عبادة للبعل. وطبعا تذكروا الموقع الكبير اللي حصلت من بين ايزابل وايليا، ايزابل والكهنه بتوع البعل بتوعها كانوا كام؟ جدع 400. وقفوا قدام ايليا اللي بيعبد الله يهوه وقال لهم شوفوا اذا كنتوا انتوا على حق احنا نعمل ذبيحه ونشوف الله هيستجيب لمين. فطبعا استجاب لايليا ونزلت نار من السماء وخدت الذبيحه، راح ماسك ال 400 نبي بتوع مين؟ البعل، وذبحهم وله حق. طبعا كل ده بقوله علشان حاجه مهمه، خلي بالكم البعل ده كان بيعبد على المرتفعات. المرتفع باللغه الاشوريه او السوريه او الفينيقيه او الكنعانيه، المرتفع اسمه زابول، زابول يعني مرتفع. فكان الههم اسمه اله المرتفعات بعل زبول. أنت قدرت تعرف حتة في السكة من أسماء الشيطان. كان بيدخل في الإله في الأصنام بتاعتهم ويقعد يعمل حاجات ويخلي الناس تضل، عشان كده سموا الشيطان بعل زبول. بس ده باللغة الأشورية. اليهود دايما يتمسخروا على آلهة الأمم، فهي زبول يعني مرتفع، فهم في كلمة يهودية قريبة منها اسمها زبوب، يعني إيه؟ ذباب. احنا في اللغه بتاعتنا اسمه ذباب اللي هو ايه؟ الدبان. فسموه الاسرائيليين غيظه في الكنعانيين سموه بعل زبوب. فكل المخطوطات بتاعت اليهود تلتقي فيها مكتوب بعل زبوب، لا يمكن يكتب بعل زبوب. وكل المخطوطات بتاعت الكنعانيين وشعب الفينيقي السورياني او اللبناني الوقت اسمهم الفينيقيين تلتقي بعل زبول. تفتكروا طبعا لما احبوا جينوا المسيح لما كان بيخرج الشياطين قالوا له انت بايه تخرج الشياطين؟ بعل زبول. المرأة دي كانت كنعانية من صور وصيدة، كانت بتعبد بعل زبول. بعل زبول ده عبادته ايه شكلها؟ انا ده الكلام، كانت عبادة مستحترة مستهجنة جدا، كانت تقترف فيها الفضائح ويعني تفتضح فيها الطبيعة البشرية، ومش هقدر اعبر اكتر من كده. نجاسات، نجاسات اجساد كانت تهان اشد الاهانة كرامة للاله، يعني ما فيش بعد كده فضايح. وكمان كانوا يذبحوا العيال ويقدموها للبعل ده، يذبحوا الاولاد، طبعا مكتوب في العهد القديم عنها الحكاية دي. فكانت عبادة بعل زبول كانت بايه؟ بالنجاسات، بالنجاسات وبذبح ايه؟ الاطفال. تعال بقى قربنا نخشى. المسيح ما كانش متجني ابدا ابدا على الكنعانية، كان معروف ان عبادة يهوه اساسها ايه في الذبيحة؟ حد يقول لي وابقى مبسوط خالص. اساس ذبائح اليهود كان ايه؟ الحيوان اسمه خروف. قال هو الخروف، الحمد لله. الحمل ليه؟ حمل وديع طاهر، حيوان طاهر، كان تعبير عن العبادة الطاهرة. فكان معروف التعبير عن النجاسة في العبادة اليهودية حينما يعبروا عن النجاسة كانوا يقولوا ايه؟ لا، من جهة الحيوانات، ولغاية النهاردة للكلاب. الكلب هو الحيوان الذي يعبر عن النجاسة، لدرجة ان كان شعب اسرائيل وهو ماشي الراجل المتطهر لو ظل كلب وقع على هدومه يتنجس. شوف ظل الكلب اذا وقع على هدومه يتنجس، فلازم يروح يستحمى. فكان الكلب تعبير عن النجاسة.
جينا بقى للكلام، قال لها يا امرأة ليس حسن أن أخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هنا بيكشف أعماق عبادتها، بيكشف أعماق حياتها. هي مش كانت بتعبد بس بعل زبول عبادة شفهية، لا كانت بتشترك، كانت بتشترك في العبادة. أما الكنعانية ازاي؟ اذا اقترفت هذه الذبائح، اظن ما فيش تجني. والمرأة الكنعانية لم تحس بأن المسيح تبنى عليها، والوقت هنشوف. قبلت هذه الصفة، قبلت هذا التوجيه لها. مش هي وبس، صدقوني وأنا وانتم وداود النبي مرة حس بأنه إنسان وحش ونجس، قال له أنا كلب ميت. كل إنسان بيحس بالنجاسة بياخد دم ربنا ويقول له أنا كلب. حينما خاطب السيد الرب الكنعانية بهذا اللقب ما كانش هو متجني، ولا هي شعرت في هذا بالتجني، لأنها كانت تحس أن هذا هو الحقيقة وعين الأمر. ابتديت أنا أرتاح الوقت إن الآية اللي كانت واقفة في السكة بتتعب القارئ والسامع جدا، إن المسيح بلطفه بحنانه بغناه الفائق يقول للواحدة جياله تترجى تبكي وتقول له بنتي، مش لنفسها كمان بنتي، يقول لها ليس حسن أن أخذ خبز البنين وأطرحه للكلاب. آية في مظهرها قسوة لا تتناسب مع المسيح. عشان كده أنا قبل ما أدخل في الإنجيل صممت أن لازم أكشف الغطاء عن حق المسيح في هذه الآية، أنه غير متجني. وفي الواقع لما راحت الكنعانية تطلب من المسيح أنه يشفلها بنتها، ايه يعني الشفاء؟ يعني ايه؟ كلمة يقولها وبس. انتوا ناسين المرأة نازفة الدم لما جات جنب المسيح ولمسته وبعدين استخبى، فقال ايه؟ قوة خرجت مني. انا وصلت الحمد لله. هي طلبة ايه الكنعانية من المسيح؟ قوة. هيشفي بنتها بايه؟ يا كلمة كده تصف الهوا، قول كلمة عشان بنتي تشفي. لا، دي الكلمة اللي بيقولها قوة بتخرج منه. فهي طلبة طلب ما هياش قادرة تقيمه تقييم سليم، مش قادرة، مش دريانة باللي بتطلبه. بتقول له شفيلي بنتي، بتحسب ان مجرد الشفاء، الشفاء ده حاجة بسيطة خالص، زي ما بتروح لبال او البعل او بعل زبول وتقدم له كحكة، تعمل له كحكة. طبعا تسمعوا اللي بيقروا في العهد القديم بيعملوا كحكة لمين؟ لعشتاروت إلهة السماء، احدى عبادات البعل زبول. راحت يا مر، طبعا قبل ما تيجي المسيح عملت كحكة للبال، جاية تطلب من المسيح ان يشفي يشفي لها بنتها. حب يوري لها ان المسألة مسألة قوة بتخرج، مسألة ان الشفاء ده بيتم بناء عن صليب قاتل، عن فداء وذبيحة، عن جسد مقدس مقدم الى الاب، ذبيحة حية عن الخطاة والمرضى. انت بتطلبي ايه؟ ده انت بتطلبي صليبي، ده انت بتطلبي الوقت جسد اللي هيمزق على الصليب. هشفيلك بنتك بايه؟ كلمة تطير في الهوى؟ ده بذبحي، ده بالجسد، ده بالخبز الحي النازل من السماء اللي هقدمه على الصليب، خبز البنين. انا بتكلم دلوقتي بالرموز وما اقدرش اشرح اكتر من كده، فهمني طبعا، بطبع على طول الوقت بعد ما عملت المقدمة الطويلة. طلبة ايه انت؟ طلبة كلمة؟ لا، ده انت طلبة جسد اللي هيمزق على الصليب، طلبة الخبز الحي النازل من السماء اللي كل اللي هياكله يحيا ويشفى. فهل اقدر اديكي جسدي وانت لسه مبارح والاول من عارف عاملة كحكة لعشتاروت وقدمتيها في وسط عبادات النجاسة؟ هاخد خبز البنين، دي الكلام، هاخد خبز البنين واطرحه للكلاب. لغايه هنا انا استوفيت الايه جدا جدا. هبتدي تاني الانجيل عشان ناخد نصيبنا، احنا فهمناه، بس ايه نصيبنا فيه؟ جاي الكلام بقى، ونصيبنا كبير 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 قوي. شوفوا، ما فيش واحد هيخرج من الكنيسه النهارده من اضعف واحد واصغر واحد لاقوى واحد في الايمان الا وهو محمل بقوه، بقوة إيمان تدوم معه بسبب هذه المرأة العجيبة الكنعانية.
ارجع تاني لمرقص حبيبنا. بيقول ايه؟ ثم قام من هناك ومضى الى تخمسر وصيدة ودخل بيتا وهو يريد ان لا يعلم احد، مش عاوز حد يعرف، فلم يقدر ان يختفي لان امرأة كان بابنتها روح ناجي سمعت به فاتت وخرت عند قدمه. لاحظوا بقى المراحل اللي هيمشي فيها المسيح مع الكنعانية دي، مراحل مهمة جدا بيمشي فيها معانا. خلي بالكم، خلي بالكم قوي. وهنا هو بيعمل حاجات في حسب الظاهر لها، زي ما شفنا في الآية دي، حسب الظاهر لها مفهوم. انا زعلان قوي من الستات، من اجل الستات اللي واقفين دول. انا الكلام هيطول ولا اختصر؟ طيب ممكن يعودوا مبسوطين. طيب. الرب يعطيكم قوة. المسيح عمل نفسه وباين في نفسه انه في خلوة ومش عاوز حد يجنحله، وده معقول. هي فضلت تسأل شهور وايام واسابيع عن المسيح بتاع اليهود، ما جاش في نواحينا يا ناس، لا ما جاش لسه. طيب انا نوياله. ما جاش الاسبوع اللي فات، لا يا ست ده احنا سمعنا خبر انه جاي في السكه وقرب من سور وصيد. قال بس ده اليوم اللي انا طالباه. راحت قربت للتخوم وعبرت التخوم ودخلت ايه؟ تخوم اسرائيل، ارض اسرائيل. فضلت تدور وتبحث بروحها المتاججه دي، امميه دي، خدامه بعل زبور دي، عابده وثن دي، ناجسه دي، حسب قول المسيح انها حاجه مش قادر انطقها، بالرغم ان انا شرحتها مش قادر انطقها. كلب يا ستار يا رب. الكلب ده واللي عمله واللي هيديهولنا النهارده، لغايه ما عرفت انه قاعد في البيت ده ومستخبي وفيت له بره. بعدين قعدت تقول ايه؟ بقول ايه هنا؟ ولم يقدر ان يختفي لان امراه كان بابنتها روح ناجس سمعت به فاتت. بس هنا بقى اكمل ثاني. من تلك التخوم تصيح وتقول ارحمني ايها الرب ابن داود. الله، انت قلت لحد بره ان انا جوه هنا؟ قال له ابدا، ده امرأة انما مريعة. فضلت تسأل لما عرفت. طلع لها بطرس، ده انا حسب تصوري هي وليا. قالت له انا عاوزة ابن داود. قال لها ابن داود مش بيقابل حد، اتفضلي امشي من هنا الوقت. قالت له مش ماشي، انا عاوزة الرب ابن داود. قال لها هو الوقت مش ممكن هقابل حد. قالت له هقابله يعني هقابله. فبقى يمنحها فضلت تتضرع، ايها الرب ابن داود ارحمني، تصيح وتقول ارحمني ايها الرب ابن داود. وهو جوه تعرفوا ما قدرش يقعد جوه الاوضه جوه البيت، خرج بره في الشارع. خرج وبعدين بص لها كده. خلوا بالكم من المناظر دي كلها. هي شافته طلع وزودت بقى، وبعدين لغايه هنا بتقول بس ارحمني ايها الرب ابن داود. بطرس قال لها هوديني امشي، اسمع الكلام، مش هيقابلك، مش هيسمع كلامك، مفيش فايده اطلاقا. وما العظيم ايمانك اللي هنسمعه في الاخر ده على ايه؟ يستحيل. قالت لي شوف ريح نفسك. طلع لها يوحنا بذوقه التاني جديد شويه، بطرس ذوق واللطف، كل ذوق اللطف عند يوحنا. قال لها اسمعي يا ستي كلام بطرس ده اخونا الكبير، وده كلمته ثابته واحده وما غيرهاش ومش هقابلك. قالت له شوف ريح نفسك انت يا صغير، انت راخ هقابله يعني هقابله. فقام المسيح وقف لها كده، انتظروا بقى الموقع. وبعدين فلم يجيبها بكلمه، وهي عماله لسه ما سجدتش، كان عماله تصرخ بس وتقول ايها الرب ابن داود ابنتي بها شيطان ارحمني. فضل ساكت، فلم يجيبها بكلمه، فضل ساكت وهي تصرخ وهي تصرخ. فبعدين التلاميذ بصين له هيقول ايه؟ فبص للتلاميذ وهي قدامه، قال لهم بس انا لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضال. صح هو كده يا وليا، اسمع الكلام، انت سمعت بيقول ايه؟ تريح نفسك. بعد ما قال الكلمه دي
فضلت ايه تسجد وتصرخ بقى اكتر. يعني هو قبل ما يقول المسيح ان انا لم ارسل الا خراب بيت الصرير ضل جم قالوا له اترجوا بقى لانها زودتها قوي، وهات يا صراخ لما فضحتهم كل حته والناس اتلمت عليهم وهم عاوزين يقعدوا في سلام في هدوء شويه. فلم يجيبها بكلمه، فدنا اليه تلاميذه وسالوه قائلا اصرفها فانها تصيح في اثرنا. الله على اصرفها دي، قول لها كلمه بقى وخليها تمشي تغور. ادي مستوى التلاميذ، والا فلا مستوى التلاميذ اللي هيبعتهم يكرزوا للعالم كله، ادي مستواهم الاولاني. صرفها بكلمه ولا حاجه ولا حتى اي شيء احسن، دي هتفضل توجع دماغنا، اصرفها. فاجاب وقال لهم انا لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضال. هي سمعت الكلمه دي فاتت، بعد الكلمه دي اتت وسجدت له، قالت له اغثني اعني، توافي في ترجمه ثانيه، اعني يا رب اغثني يا رب، وكانها ما سمعتش. وراء سجود وقيام، سجود وقيام، ارحمني اعني اغثني، بقول لك يا رب اغثني. امرأة مكلومة، بنتها عليها روح نجس، فضحتها في البيت، تعبها ليل ونهار، مش طايقة حياتها، تعبانة تعبانة زيك تمام يا ام ويا اختي، وزيكوا تمام اللي له اخ تعبان عمال يسرح في الشوارع ويصاحب بنات، تمام تمام، يجي الاخ الاكبر او يجي الاب او تيجي الام تتنهد، يا ابونا انا تعبانه في عرضك، دموع تنزل ايه بنتي ماشيه ماشيه مش كويس، يا ابونا في عرضك ابني حبيبي اللي انا علمته كده وكده ماشي وحش خالص خالص، بس يا شفت واحده او واحد زي الكنعانيه دي؟ لا ما شفتش، عشان كده ما بيستجيبش ما بيستجيبش، جايين لنا يعملوا لي انا وانا اعمل لهم ايه؟ انا في الكنعانية راحت لبطرس ولا راحت حتى ليوحنا ولا التلاميذ كلهم عملوا مجمع ليه عشان يصلوا لها؟ فاتت وسجدت له قائلة اغثني يا رب. وبعدين بقى زودتها قوي مع المسيح نفسه. فالحركة الثالثة اللي عملها المسيح الاول ايه؟ عمل نفسه مش هيقابل حد، فخلعه جوه البيت، صراخ متوالي. تاني موقف طلعت له، طلع لها قصدي بره، وبعدين سمعها وسمعت بودانها ان ليس حسن ان يؤخذ خبز البني، انا لم اتي الا الى خراب بيت اسرائيل الضاله. يعني سؤالك ده ملوش مكان، بس كده سؤالك ملوش مكان، انا مش ليكي ومش هديكي حاجه، بس مش هديكي حاجه لسه في المره اللي بعديها بقى. فسجدت، الاول ما كانتش بتسجد، فضلت تسجد، قالت يا رب، سجود يعني عباده على طول، يا رب اغثني يا رب اعني يا رب اغثني يا رب اعني. الثالثه بقى، وادي الطامه الكبرى، قال لها ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. اتفقنا ان ما فيهاش قط ولا حاجه، دي حقيقه هي فهمها وهو فهمها واحنا فاهمينها دلوقتي خلاص. تعرفوا الجباره دي قالت له ايه؟ قالت نعم صحيح، مش صعب عليها، مش زالت الاول ما اسمع لهاش وفي خلوة، تاني مرة قال لها انا مش ليكي، انا لخراب بيت اسرائيل الضالة بس وانت اممية وكنعانية وملكيش صلة بيا، امشي من هنا. قال لها كده هو في بقه، والتلاميذ قالوا لها كده يستحيل يستحيل، يعني يستحيل. هنشوف ليه يستحيل وليه ايه مركز القوة بتاع المرأة دي، هنشوف الوقت وهنحوله لينا. التالتة قال لها ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. قالت نعم انا موافق، يعني باليوناني حق، مش نعم بس، حق اللي بتقوله ده حق، خبز البنين هو انا ليا ان ناكل من خبز البنين يا سيد؟ ده اللي كان حالها يعني، لا انا ما بطلبش رغيف، انا ما بطلبش خبز البنين ابدا، وماليش جرأة ان انا اجي على المايدة، ما دارش خبز البنين ده مش ليا، ولا الكسر يا رب، الكسر كتير عليا، لان الكسر لازم انت هتدهني بايدك كسيد او حتى اولاد المائده بتاعتك هيدهاني،
في بقي ولا في ايدي، لا انا لا مش طمعان لا في خبز البنين ولا في الكسر، ولكن ليا حق في الفتات اللي مش بتعطى باليد ولكن اللي سقط عفوا تحت رجلين الاسياد. بصلها المسيح وهو عاوز دي من زمان، هو كان نايم ليه جوه وزود في النوم وعمل نفسه انه بس اللي خرف اسرائيل الضالة بس، وقال لها لا مش هدي مش هاخد خبز البنين وديه للكلاب، عاوز يفجر طاقة الايمان دي عشان نشرب منها طول العمر، والانجيل يفضل يذكر الكنعانية لكل انسان على هذا المستوى. قلت له يا سيدي انا مش طمعانة في خبز البنين ولا في الكسر اللي ممكن تدهالي تدهالي انت او احد اولادك اللي على المائدة ترابيزة، ابدا ما خدهاشي انا ما استحقش، انا زي ما انت قلت تمام نعم يا سيدي كلب انا فعلا كده الكلاب، بس الكلاب ما قالتش ولكن لما رجعت على الاصل اليوناني ما فيش الله اللي هي ولكن اللي قالته نعم يا سيد، والكلاب ايضا بتكمل مش بتعترض، اللي عارفين اللغه فاهميني كويس الوقت اللغه العربيه، ما قالتش نعم يا سيد ولكن الكلاب تاكل، لا نعم يا سيد والكلاب تاكل ايضا، ده اللي بتقوله سليم تمام، بس كلامك ده برضك بيديني رجاء في حته ليا ان الكلاب ايضا تاكل من الفتات القاصص لوحده كده، ما استاهلش اخد من ايدك، ما استاهلش اخد من ايد حد من ولادك، ولكن الكلاب ايضا تاكل من الفتات الساقط من مائدة اربابها مش من مائدة ربها. هنا حتى استقطرت انها تاخد من الفتات الساقط من ايدين المسيح او تحت رجليه، ان كل ولادك دول اسيادي، انا ما بقولش حاجه اسرائيل كله، بس انا ليا ان انا اكل من الفتات الساقط من مائدة الارباب. بس نطق المسيح بالكلمة الجبارة اللي ما قالهاش لإنسان قط في كل السنين اللي جرت بيها على الأرض، لم يحوزها إنسان قط، يا امرأة عظيم إيمانك. وبعدين في انفعاله فليكن لك كما تريدين، باليوناني هوس يعني تماما كما تريدين، كل اللي انت عاوزاه خدتيه خلاص. مرقس الرسول بيدينا كلمة حلوة كمان في السكة، بقول ايه؟ والكلاب ايضا تحت المائدة، شوف حتى احنا جابها تحت المائدة مرقس الرسول، تأكل من فتات البنين. فقال لها لأجل هذه الكلمة، وضحها مرقس الرسول هنا متى الرسول قال راح ساكت كده وقال يا امرأة عظيم إيمانك، خدها مرة واحدة، إنما ده فسرها شوية لينا لأجل هذه الكلمة. اذهبي قد خرج الشيطان، مش ممكن يحتمل الشيطان أبدا إيمان على هذا المستوى. يا امرأة عظيم إيمانك، كده أنت تاني من الأول كده تاتا ونشوف اللي عملته الكنعانية دي عشان اعرف اطبق بقى. اول حاجة قلنا انها من صور وصيدة من اخر الدنيا، المسيح بيكرس اسرائيل من هنا وهي في اخر الدنيا، هل المكان اثر في جهادها وفي لجاجتها وفي تصميمها انها لازم تقابل المسيح وتعرض عليه مسألتها؟ ابدا لبعد المكان. ولا انها كنعانية زي ما قلت، الكنعانيين دول اعداء لليهود، اليهود سرقوا ارضهم فلسطين، ففي عداوة طبيعية ما بين الكنعانيين واليهود، عداوة شديدة. هل خافت من العداوة دي؟ هل عملت لها اعتبار؟ ابدا، احنا في عداوة، كل خاطي في حالة عداوة، كل خاطي في حالة عداوة، وكل من يشعر بخطيته وتقل خطيته بيشعر بالعداوة. هل المرأة الكنعانية عملت اعتبار للعداوة الطبيعية المتأصلة ما بين جنسها واليهود او المسيح؟ ابدا. التانية قلنا ان الكنعانيين، انا نسيت اقول لكم مين كنعان ده،
ابن نوح هو ابن حام. حام عمل عملة وحشة في ابوه برضك في موضوع كده نجاسة وغير نجاسة فمول عنه برضك. شوف كان حام ده اللي جابوا له جبر حتى من يوم ايه نوح. لما حام عمل غلطة في ابوه فشاف احسن ولد من ولاده قال ملعون كان كنعان ابنك ده عبد العبيد يقول. فهل وهي تعلم ايضا انها كنعانية ومكتوب في التوراة ومعروف عندها تماما انها بنت العم وان ليس لها حق في بركة ولا استحقاق عملت بهذا الاعتبار ابدا. والخاطئ ايضا كده بس انا لسه هطبق بعدين كمان يعني في السكة بس كده بلمح. هل عملت اعتبار لعدم استحقاقها في البركة؟ ابدا ولا همها. كمان عملت اعتبار لان مكسوفة من الاله اللي بتعبده ووطنها بيعبده بعل زبول؟ ابدا. وراحت قالت له انت المسيح ابن داود. طيب هل عملت اعتبار لما قالوا لها ان المسيح في خلوة؟ ابدا. هل عملت اعتبار لما المسيح نفسه قال لها انا مش ليكي انا لخراف اسرائيل بس؟ سكتت؟ ابدا. زودت وسجدت وعبدت. هل عملت اعتبار لما قال لها انت يا ستي من جنس تاني مرفوض كنت كلاد ودول جنس طاهر وملكيش انك تاكلوا من خبزهم؟ عملت اعتبار؟ ابدا. يا للعجب على ايمان هذه المرأة. طيب يا اخويا او يا ابويا ايه اللي كانت معتمدة عليه الولية دي؟ ايه اللي كانت معتمدة عليه؟ تتعجبوا ان لها لا لها موعد بتعتمد عليه؟ هل لها موعد؟ الكنعانيين لهم موعد، لهم اباء، لهم اشتراع، لهم عهود، لهم اباء؟ ابدا. هل اعتمدت على موعد؟ اللي لكم الموعد لكم ولأولادكم والذين على بعد. هل الكنعانية اعتمدت على موعد لها سابق مكتوب في كتاب او ناموس؟ ابدا. هل اعتمدت على حق ليها شخصي؟ ابدا. معروف هي عارفة نفسيها وكل خاطئ عارف نفسه. هل له حق انه يتقدم؟ ابدا ماليش حق، ولكن تقدمت قصدي. هل لها استحقاق في شيء عملته او في واحد بتشفع لها او كاهن بيكهن لها ويقدم لها ذبيحة؟ ابدا. هل لها دالة في شيء؟ امال ايه؟ كانت بصة للمسيح والمسيح بس، سمعت عنه وركزت كل فكرها وايمانها وقلبها فيه هو، مش لانها عندها شيء ولكن لانها تؤمن ان عنده شيء. لا اعتمدت على قدرتها ولكن اعتمدت على قدرته. ما استندتش على وعد ليها ولكن على وعد له هو. كانت بتخبط تقول يا ايه يا ابن داود، تعرف بتعمل له ايه هنا دلوقتي؟ بتعمل له ايه؟ بتذكره بالوعد اللي له. ما جه المسيح اهو قالت له ايها الرب ابن داود، بتذكره بالوعد اللي له لان ملهاش هي وعد. يا سلام، متجردة من كل شيء لها، ولكن هذا لا يمنعها انها تشوف كل شيء له وتعتمد عليه. فبتذكره بالوعد اللي له لان هي ملهاش وعد، بتذكره بالحق اللي له لان ملهاش حق، بالقوة اللي فيه لان ملهاش قوة. تتصوروا انها مثل هذا الايمان يكون اصفى ما يكون الايمان واقوى ما يكون الايمان، لانه لا يعتمد على شيء في ذاتي، لا ميزة لي ولا ميزة في اهلي، ولا عندي من يتشفع لي ولا من يسندني ولا من يصلي من اجلي، ولا عندي وعد ولا عهد ولا ناموس ولا اب يصلي عني ولا اخ يعينني في صلاتي، ولكن كل املها وامانتها ورجاها في المسيح بس. فكان ايمانا صافيا جدا لا تشوبه شائبة بشرية ذاتية. فالمسيح بص للايمان ده وتعجب. خلوا بالكم يا احبائي،
لما يكون ايمان غير معتمد على الذات بل معتمد على المسيح نفسه، وبعدين مش بيقيم بحقوق شخصية ذاتية ولكن بحق المسيح نفسه، ولا بيستند على استحقاق ولا عمل سابق ولا اي شيء فيه ولا في حياته السابقة ولا في ابائي اطلاقا، ولكن فيه هو، مش ده ايمان بيساوي حقيقة المسيح؟ ما انا لو اعتمد على شيء عندي يبقى اقلل شوية من مستوى حق المسيح في العمل. ليه؟ لان انا بقول له عملت لك، لست خاطي ولست مثل باقي هؤلاء الناس الخطاء، انا بصوم لك مرتين وبعشر لك كل اموالي، فاكرين الحكاية دي؟ ده انتزع من ربنا قدرة العمل كله، ده انتهى. ولكن دي قالت له لا انا كلبة، صح كلبة وما ليش حاجة ابدا عندك، بس انت عندك، انت ليك وفيك وبيك كل شيء، انا جايالك ليك انت مش لي انا. رفعت ايمانها لمستوى هو، مش ده تمجيد للمسيح نفسه او تمجيد لقوة المسيح نفسها لان ما خدتش منها حاجة؟ من هنا قال لا، عظيم هو ايمان. من هو ما هو الايمان العظيم يا احبائي؟ ما هو الايمان العظيم؟ مش الايمان اللي يساوي المسيح؟ يمكن شوية التطبيق صعب شوية ولكن نتيالي يعني اي واحد يعني ياخد باله ويجيبها على طول. الايمان القليل يبقى ايمان ايه؟ ما يسويش المسيح، وده يغضبه ولسه هنتفرج عليه الوقت. الايمان القليل والايمان العظيم يعني ايه؟ مش ايمان ارتفع لغاية ما بقى على مستوى المسيح؟ ادي سر الايمان العظيم، ادي سر الايمان العظيم الذي اعطاه لنا اليوم في هذا الانجيل المبارك. ادي ايمان الكنعانية الذي لا يعتمد على شيء اطلاقا مما لها او مما للبشرية كلها، الايمان اللي ارتفع على مستوى المسيح نفسه، فاستطاع المسيح ان يرى نفسه في هذا الايمان فينعته بانه ايمان عظيم. لم يسمع قط من فم المسيح انه قال لانسان على الارض عظيم هو ايمانه. كل اللي سمعناه ان قال لبطرس ايه؟ يا قليل الايمان لماذا شكاك؟ مش ده اللي سمعناه؟ ده مين بطرس؟ مش الكبير قوي، كبير التلاميذ قوي الشديد قوي اللي قال له ثبت اخواتك ورع غنمي ورع خرافي، مش كده؟ قبلها بالاصحاح اللي قبليه اللي بيقرا وبيحب الاناجيل وقراءه الاناجيل والارقام، لا اصحاح 15 متى 14 قصه بطرس على طول لما قال له ان كنت انت رب امرني ان انا اتي على الميه، قال يا سلام تعالى يا سي بطرس. مشي لقى الريح، الريح لا سور وصيدة ولا بعد سور وصيدة ولا الوطن ولا 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 اي شيء ابدا، الريح بس تقيل شوي فخاف وغرق. قال له يا رب عني، قال له قليل الايمان يا رب يسوع المسيح، لا تجعل لإنسان فينا هذا الجواب يا رب أن يكون فينا أحد قليل الإيمان، من أجل ريح شديدة، من أجل تجربة تعصف بينا نفقد إيمان وبعدين ما يوصلش إيماننا لمستوى المسيح فيقول لنا يا قليل الإيمان. يا رب نحن طمعانين اليوم، كل اللي قاعدين قدامك وفي وسطيك وانت في وسطيهم يسمع من بقك عظيم هو إيمانك يا كنعانية، عظيم هو ايمانك. يا رب اعطينا مثل هذا الايمان الذي لا ينظر الى لا ضعف جسد ولا ميراث سابق ولا خطايا بطولها وعرضها ولا نجاسة باي نوع ولا الى اخره. نريد ايمان يا رب يرتفع فوق كل هذه المستويات، ولا نريد يا سيدي ان نسمع يا قليل الايمان لماذا شككت. يا احبائي هل ممكن انسان يبقى اوحش من الكنعانية؟ انا بريء بقى ابتدي اطبق بقى. هل ممكن واحد فيكم يرفع لي ايده كده عشان اشوفه يبقى وحش من كنعانية؟ طبعا من لما كانت بتبع لزبول اله المباس وانت لك يسوع، لو رفعت ايدك يبقى هاتين. حد يقدر يقول ان انا اوحش من كنعانية او ظروفي اوحش من كنعانية وعشان كده ماليش ايمان مثل ايمانها؟ يا للتبكير صعب، اعطينا روح مبكة ينحس القلوب، لان اليوم يا رب اليوم ايمان وزيادة ايمان لا نقصان. ليه نستلهم من هذه الكنعانية التي جاءت تطلب شفاء لابنتها فاخذت كل ما تريد؟ ما حدث المسيح محلتها الشيء اطلاقا تعتمد عليه، خرجت بجيزة دولية، فضلت محطوطة في الاناجيل تحكي وتتكلم على مدى العصور عن هذا الايمان الذي لم يبلغه تلميذ من التلاميذ.
يا أحبائي كلنا لنا مثل هذه البنت المجنونة جدا. كلنا كل ديلا عليه شيطان يغويه بغريات كثيرة جدا. والطريق واحد وحيد أن الأم الكنيسة تذهب إلى الرب غير مبالية لا بتعب ولا بجهد ولا بعد ولا بحياة ماضية. قل يا أبويا يا عسيس ما بتصليش نبي الشعب لو أنا بنا بعيد فخاتي خاتك يا أبونا. لا ده الكنعانية خلتك بنتها. تعالى هنا تعالى بص للكنعانية وشوف ادخل لربنا العاكر عشان شعبك البنت. كل البنت دي وحيدتك شعبك وحيدة محتاج جدا جدا ان ترفع عن يد السلطة الغشمة الشيطانية يد المجاعات التي لوثت قلوب وافساد كثيرة. لان مفيش كنعانية. لو في كنعانية تعطي كنيسة يرفع عنها يد النجاسة اللي نادي البيوت والشوارع. لو في كنعانية في الكنيسة كنا نسمع عن الإمام العظيم. عظية كانت الكنيسة يرفع عنها يد النجاسة اللي مال البيوت والشوارع. لو في كنعانية في الكنيسة كنا نسمع عن الإيمان العظيم مش الشك الذي يعصف بالكنيسة في كل مكان وفي كل قلب. زعلانة ليه يا أختي يا أمي؟ جاية ليه مأهورة والدموع على عينيكي؟ بنتي بنتي وحيدتي الشيطان ضحك عليها ومغويها ومشيها مشي بطال. طب يا ستي انت سمعتي عن الكنعانية؟ تقول لي ايه الكنعانية؟ اقول لها روحي اقري الانجيل الكنعانية وشوفي اللي ملهاش عهود ولا مواعيد ولا شيء تستند عليه ودخلت للرب مباشرة ولا قدر الشيطان يمنعها. ما هو الشيطان اللي ماسك بنتها طبعا له سلطان على البيت كله ما قدرش عليها. قالت انا هروح للمسيح هروح للمسيح خاف منها الشيطان. جم التلاميذ جم اهلها في السكة رايحة فين يا ولية؟ انا رايحة للمسيح. يا ولية انت مش من وطننا وكنعانية مالك ومال اليهود تروح تطلب منهم مش عيب؟ قالت لهم يا ناس بنتي ما انا رحت العشتروت بتاعتكم ورحت البعل زبول بتاعكم ما شفهاش. هروح للمسيا اللي قالوا عنه ابن داود وانا عارفة تمام ان ده اللي هيشفي. رحت يا ستي وشفت الكنعانية اتكأت على ايه ولا استندت على ايه؟ ملهاش حد. جه التلاميذ اللي احنا مستشفع بيهم الوقت يا بطرس خليك معايا ويوحنا ويا متى حبيبنا ويا مرقس بنستشفع بيهم جم يمنعوا الكنعانية يمنعوا الكنعانية عشان توصل للمسيح. يا ستي ما فيش حد يمنعك ابدا ابدا ادخل للمسيح مباشرة بقوة طبعا. واستشفعي اليوم ببطرس وبولس ومتى ومرقس ويوحنا ومراجرجس والخديسين لان ما دول يفتحوا لك السكة ويطيروا الشياطين من السكة. بس اعلمي ان مفيش حد يقدر يحجزك حتى دول ولا ملاك يقدر يحجزك زي ما قال بولس الرسول قال مين يصدكم ولا ملاك يقدر يصدكم عن الانجيل. فعلا محدش يقدر يمنعك ابدا ولا يمنعك يا صديقي انك انت تدخل للرب وتاخد تطلع واخد. دخلت فاضية دخلت وبنتها مريضة طلعت واخدة كتير واخدة كتير خالص خالص. اخدت بطرس غرق دي طلعت بشفاء لبنتها. يا سلام كده لو اربط كمان ولو ان الوقت زاد وطال لو اربط كمان ما بين تجربة المسيح على الجبل والشيطان اللي حب يغلب المسيح وما بين الكنعانية دي اللي غلبت الشيطان. الله يا رب الله يا رب ده انت نزلت من الجبل بعد الاربعين يوم واعطيت البشرية كلها قوة تغلب الشيطان. يا كنعانية انت خدت منين القوة دي؟ المسيح سلمها للبشرية كلها قدرة الغلبة على الشيطان. الكنعانية غلبت الشيطان يا احبائي كسرته من بعيد لبعيد من بعيد لبعيد. قال لها قد خارج الشيطان من ابنتك. ده المسيح لما قالت له والكلاب ايضا تحت المائدة تاكل من فتات البنين. قال لها لاجل هذه الكلمة اذهبي. قالتها من هنا الشيطان طار. يا للمجد يا رب ليست الاربعين التي قضيتها في البرية كانت عبثا. لقد غلبت للانسان كل الانسان والكنعانية وكل عبد وسكيسي وحر وكل انسان من كل لسان وام على الارض اعطيته مثل هذه الغلبة على الشيطان. من لي بلسان الكنعانية يبشر الارض كلها
أن في مقدور كل إنسان أن يغلب العدو بالإيمان، بالإيمان العظيم الذي لا يتكئ على بر ذاتي ولا على شيء إطلاقا إلا بر المسيح وقدرته وسلطانه وقوته. خرجت دخلت وهي مش مستحقة للفتاة الساقط تحت المائدة، وخرجت مش بس واخدة خبز البنين، واخدة خبز البنين في حضنها وأعظم البنين، لأن زي ما قلت لكم بطرس في الأصحاح اللي قبليها بالضبط قال له المسيح يا قليل الإيمان، وده ابن ابن حلو قوي قوي ومجعلس كبير بيسموه رئيس التلاميذ، قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ليه عمل نفسه معافر شوية؟ سامحوني في هذا، هو حاسس بأنه كبير التلاميذ. طب يا أخي كلهم قاعدين في المركب الاثناشر، اشمعنى أنت دون الاثناشر؟ تقول له إن كنت أنت يا رب اللي واقف على المية أمرني أن أنا أمشي ليك. حاسس بحاجة عنده زيادة عن بيت التلاميذ بسبب الحتة دي؟ غيرك. ما هو إذا حسينا بأن عندنا حاجة تزكينا عن أخونا مش هناخد، مش هناخد. يعني وانت داخل للرب لو حسيت في نفسك انك افضل من اي انسان على الارض مش هتاخد. وطبعا انا بتكلم وعندي براهين، اهو بطرس اهو بقول لكم ده حاجه كبيره قوي، بطرس مش قليل، بطرس ده كان يعني بيشفي بقوم الميته بطرس بعد كده يعني، ولكن لانه اعتمد على شيء في نفسه افضل من اخواته غرق، وسمع الكلمه الصعبه المره يا قليل الايمان لماذا شكك. يا احبائي ارجوكم واتوسل اليكم ان تنتبهوا لانجيل هذا الصباح، وتنتبهوا للكلمه اللي انا قلتها حالا هوا، في كل مره تقف امام المذبح او في مخدعك تصلي وانت تحس في نفسك كها حالا هوا، في كل مره تقف امام المذبح او في مخدعك تصلي وانت تحس في نفسك انك افضل من اي انسان في الوجود، لن تأخذ شيئا، أو على الأقل هتسمع يا قليل الإيمان يا صاحب الشك. وكل مرة هتقف قدام المسيح تقول يا سيد الأرض كلها وما عليها تستحق خبز البنين، أما أنا فليس لي يا سيد إلا أني أنجزت تحت المائدة دي من تحت كده ما حدش يشوفني، وإذا وقع من إيد الأسيس وده ممنوع فتفوتا من غير ما ياخد باله تبقى كفياني يا رب، لأني مانيش أهل أمد بقي واخد من خبز البنين. تطلع شبعان وتطلع بإيمان كبير، وكل اللي نفسك فيه هتاخده، كل ما فليكن لك كما تريدين. كما دي يا أحبك كبيرة مش قليلة، ده ددها حاجات كتير جاية كمان كمان جاية. اوعى تفتكروا ان الكنعانية فضلت كنعانية، ده خلاص بقى ده راحت وانضمت وصارت من التابعين، مش ممكن اللي يدوق المسيح يسيبه أبدا، ده لو ذبحوها دي راحت جابت بنتها ومشيت وراها، مش ممكن اللي يدوق ويسيبه. كل من ياكلني ياتي الي جائعا. ده مين ده؟ مين اللي قال الايه دي؟ يشوع بن صراخ من الاسفار المحذوفه. وكل من عطش الي كل من جاء الي يعود الي عطشان. الكنعانيه تبعته تبعته، مش ممكن تعيش من غيره، خلاص صارت من التابعين وصارت ذات ايمان بغزل الكنيسه. مش هتغزينا النهارده يا احبائي؟ مش كنا النهارده على حساب الكنعانيه وخدنا خبز البنين ما اننا ما نستحقش؟ يا لمجدك يا رب يسوع المسيح يا الهنا الصالح، هذا الشعب المبارك الذي قلت عنه افتحوا افتحوا الابواب لتدخل الامه الباره والشعب الحافظ الامانه. هذا الشعب يا سيدي الذي حفظ أمانتك وخرج وراءك في البرية ليأكل يا سيدي من خبز البنين، أعطيه الشبع وأعطيه الإيمان الذي يدوم معه إلى الأبد، الإيمان الذي يغذيه بكل ما تشتهيه نفسه في اسمك وباسمك يا ابن الله. كل امرأة محزونة من أجل ابنتها أعطها إيمان الكنعانية، كل رجل وكل شاب محزون من أجل ابنه أو أخوه أعطيه يا رب في هذا اليوم إيمان الكنعانية ليعود إلى بيته وهو كسبان ورابح، نفسه هو وجسده وحياته وحياة أسرته. نعم يا رب بالبركة بارك، لأن لك المجد والقوة والكرامة في كنيستك من الآن وإلى الأبد. آمين.